اجعل عقدة من لساني يفقه قولي. السيد رئيس لجنة الشهداء والسجناء البرلمانية الأستاذ الدكتور خلف عبد الصمد، السادة النواب، أخوات السجينات، أخوان السجناء السياسيين والمعتقلين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لشرف كبير لي أن يخولني أخواني السجناء والمعتقلين أن أقف أمامكم وأمام هذه القامات الكبيرة من السجناء والمعتقلين والأبطال المجاهدين لأستعرض مواقف وآراء السجناء بما يدور من الوضع السياسي والأمني وذكر التحديات والمخاطر التي خلفها النظام الدكتاتوري الصدامي المقبور. سادة الكرام، يا زملاء المحنة، لا يخفى على الرأي العام العراقي والعالمي والعربي أن ضحايا النظام البعثي وأولهم السجناء السياسيين والشهداء في العراق كانوا أحد العوامل التي عجلت بسقوط الطاغية، بل ومن أهم العوامل، وعليه أن لا نتفاجأ حينما تشن ضدكم حملة. من أذناب البعث المقبور، والكل يعلم بالحملة التي شنها ضد الأستاذ الدكتور خلف عبد الصمد، هذا الرجل الذي نعتبره لسان المظلوم الناطق بالحق، ولا أجامل أحد، والله لا أجامل لا دكتور خلف ولا غيره. ومن خلال مؤتمركم هذا نستنكر وبشدة المساس بكل رموزنا الوطنية ومنهم الأستاذ الدكتور خلف عبد الصمد. وبنفس الوقت نحن فرحنا كثيرا عندما شاهدنا السيد النائب الأول رئيس البرلمان الأستاذ حسن الكعبي يسعى ويجاهد من أجل إحقاق حقوق المظلومين من السجناء والشهداء، وهذه حقيقة سابقة لأول مرة تحصل في البرلمان. يعني كانت لجنة الشهداء والسجناء أستاذ دكتور خلف وأستاذ عبد الإله النائلي وأخوانهم اللي طيلة فترة البرلمان هم أعضاء باللجنة، يعني كانوا أحدهم يقاتلون من أجل حقوقنا ومن أجل الارتقاء باسم الشهداء والسجناء وكل المظلومين. فاليوم لما نشوف النائب الأول لرئيس البرلمان يتحرك لقضية الشهداء والسجناء والمظلومين، حقيقة سابقة جميلة جدا تفرح الجميع. ونحن اليوم بحضوركم جميعا نريد أن نثبت للجميع أن السجناء السياسيين هم قادة البلد، وهم من يمثل الخط المقاوم للظلم والاستبداد والطغيان. واليوم إن شاء الله نتوكل على الله بتأسيس هيئة مناهضة البعث، ونحن أولى بهذا العنوان والتاريخ يشهد. وبنفس الوقت نطالب البرلمان العراقي ولجنة الشهداء والسجناء بالضغط على الوزارات ذات العلاقة بتطبيق قوانين العدالة الانتقالية من الحقوق المادية وقطع الأراضي، وكذلك نطالب اللجنة البرلمانية بالتحرك لإيقاف ترويج المعاملات. طبعا بالمناسبة يا أخواني الأعزاء، قضية التقديم على مؤسسة السجناء يعني حقيقة طلعت ريحته، لأنه قبل فترة في لقاء مع السيد نور المالكي عرضنا القضية، قلنا له نريد من عندك تتدخل جنابك أنه توقف لنا هذا الموضوع، لأن ما ممكن بعد 15 سنة يومية 1000 معاملة تقدم. فهاي القضية طالب الأستاذ دكتور خلف عبد الصمد وأستاذ عبد الإله النائلي وأعضاء اللجنة وكل الإخوان البرلمانيين، نطالبهم بأن يتحركوا ولو أضعف الإيمان على توقيف هاي القضية، لأنه هاي المسألة أكو موضوع جماعة 14-3، يعني جماعة هذا موضوع معقد، لأنه المؤسسة عندما تجي تدخل بيها جميع الشرائح
راح تفقد الصبغة السياسية يعني تفقد التاريخ المشرف لنا. فإحنا نطالب البرلمان والأخوة والأستاذ رئيس لجنة الشهداء والسجناء الدكتور خلف بالتحرك بإصدار قانون، لأن كما تعلمون أنه ما صدر بقانون لا يلغى إلا بقانون. فنتمنى أنه يتحركون اللجنة وإن شاء الله ما يقصرون لإيقاف ترويج المعاملات. ونطالب السيد رئيس البرلمان والبرلمان الموقر بالعمل بنظام الكوتا للسجناء السياسيين. طبعا الان احنا السجناء السياسيين ما عندنا اي تمثيل، ولو يعني على راس لجنه السجناء والشهداء الدكتور خلف رجل سجين سياسي جزاه الله خير، لكنه دكتور خلف بشكل رسمي. احنا نريد رئيس البرلمان والبرلمان العراقي يختار شخصيات، والحمد لله يعني السجناء السياسيين اصحاب شهادات وشهادات عليا، انه يشركهم بلجان البرلمان. ونطلب كذلك من الدكتور خلف ولجنه الشهداء والسجناء بالتحرك على الوزارات، انه كل الوزارات تتخذ ولو مكتب بسيط للسجناء السياسيين. احنا الان لما تدخل الى دائره وتقول له سجين سياسي دير وجهك عنه، يقول لك روح سولف غير هذه القضيه. فنتمنى ونكرر من اخوتنا البرلمانيين انه يتخذون موقف من هذه القضيه، ان يشركون قضيه السجناء في قضيه دوائر الدوله. اكو قضيه مهمه جدا، وسائل الاعلام والقنوات الفضائيه نشرت انه احد الوزراء يقدم الى هيئه المساءله والعداله، وكنا نتمنى من الاخ رئيس هيئه المساءله والعداله، بس للاسف في الوقت يعني اليوم الصبح خابرنا الرجل قال والله انا طالع الى بيروت لان عنده دراسه، هو قال ما اقدر اتاخر. هاي القضيه انه بعض الوزارات تقدم طلب الى هيئه المساءله والعداله باستثناء البعثيين، وبعثيين رموز، ورموز يعني رموز مو طبيعيه، مجرمه، اللي هو سارق، واللي هو مشترك بداعش، واللي مشترك بكذا. نتمنى من الاستاذ الدكتور خلف ولجنه الشهداء والسجناء اصدار قرار تلزم هيئه المساءله والعداله بعدم الاستجابه الى اي شخص يريد استثناء. نسال الله التوفيق لكل اخواننا اعضاء البرلمان، ونسال الله التوفيق للجميع ان شاء الله. واعلموا ان صوتكم سيبقى مدوي ان شاء الله. وحقيقة الآن اعلموا وثقوا بالله أن البعث بدأ يرجع إلى الجديد، وما كتر غيركم مقابلة. والدليل نبقى في الساحة وكنا في الساحة ونبقى في الساحة. كلا كلا بعثية، كلا كلا بعثية، كلا كلا بعثية، كلا كلا بعثية. يعني احنا من وسائل الإعلام ما سمعنا بس شخص واحد، بس دكتور خالد عبد الصمد يصيح، والله يصيح ويقول يا معودين والبعثيه جوكم والبعثيه كذا، ماكو صوت لا من الحكومه ولا من البرلمان. فان شاء الله انتم الصوت المدوي، ودكتور خلف ترى يقاتل بيكم. دكتور خلف من حجه يقاتل باسم الشرفاء وباسم المجاهدين وباسم المظلومين وباسم السجناء والشهداء. كلنا خلف، كلنا خلف، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. نسال الله التوفيق لكم جميعا، وسامحوني للاطاله. شكرا جزيلا. أحسن. أحسن الله عليكم.